سافرين على لبنان هالصيفيه لازم تزوروا البطرون. يلا اكل بحر تمشي اكتيفيتيز ويا عيني على الرقص والغنى. يعني ما في واحد لما يجي على البطرون ما يمشي باسواق القديمه. لك شو هالستي شو هالمدينه رائعه. من أشهر البيكريز بالبترين. خلينا نشوف هالفرن الصغير المخطوب القديم الأوثنتيك التراديشنال لأكثر من 50-60 سنة، من الجد للبي للابن للابن كذا جنريشن، يمكن أكثر من 3 جنريشنز وبعضهم. هاي أطيب منقوشة بكلها بحياة عمري كلها سوا. وهلا لوين؟ هنطلع على المنارة لفوق. مش طبيعي، وهالمحل الصغير قديش كيوت قديش مهضوم من قلب البترون. ويلا أجواء سانسي في المندلون. وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا علي شو حلوين. وهجير البوس أقوى برجر بالبترون فاردو. ليتس جو. يا عم باكل لحديت هلأ بجنن. شو هالمنطقة شو هالمدينة شو هالقعدة ما بتملوا ما بتزهقوا فيكم تقضوا ساعات وساعات. قد ما أوصف وقد ما أقول وقد ما أحكي إنها البترون. وين البترون؟